على وقع هدير الشارع، مصر تنتظر بيان جيشها بشأن خطته المستقبلية لتحقيق إرادة الشعب التي تحداها مرسي وجماعته. سوريا، على شرفاء الأمة الانحياز للشعب المصري في مواجهة إرهاب الإخوان المسلمين وتهديداتهم. مؤتمر اتحاد علماء بلاد الشام في بيانه الختامي: منهج التكفير مخالف للكتاب والسنة ويهدف إلى تفتيت الأمة وصرف النظر عن عدوها الحقيقي الصهيونية. اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة تلتقي عددا من أمهات وزوجات شهداء الوطن. تم بعون الله تحرير كراجات البولبان ومعمل الصابون وال جي وافاق ومعمل الاحزيم من رجل الارهابيين. ميامين بواسلنا يبسطون سيطرتهم على مناطق في ريف دمشق وينفذون عمليات نوعيه في حي باب هود بحمص. نشره الثامنه والنصف. تحيه طيبه مشاهدينا الكرام.